وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياضة المحلل الاقتصادي سليمان العساف. أستاذ سليمان، بعد التحية، كيف سينعكس رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق البحريني السعودي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين؟ أولا أهلا وسهلا بكم سادة المشاهدين. العلاقات السعودية البحرينية هي نستطيع أن نقول عنها أنها مثال يحتذى للعلاقات المتكاملة من كل الجوانب. رفع مستوى التمثيل بالنسبة لمجلس التنسيق السعودي البحريني، الهدف منه زيادة التعاون والتبادل التجاري وكذلك فتح المجالات للاستثمار على الجانبين. كما هو معلوم أن حجم التجارة البينية بين البلدين يقارب 3 مليار دولار، تقريبا حوالي 50% من التبادل التجاري بين البحرين ودول الخليج هو مع المملكة العربية السعودية. لكن نحن نطمع في أن يرتفع هذا المستوى بشكل أكبر، سواء عن طريق استثمارات سعودية في البحرين في السياحة وفي الصناعة وفي المجال في القطاع البنكي وغيره من القطاعات، وكذلك أن يكون هناك كذلك انتقال لرؤوس الأموال البحرينية للاستثمار في المناطق القريبة من مملكة البحرين الشقيقة. نعم، من الرياضة المحلل الاقتصادي سليمان العساف، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة أخبار ثالثة، شكرا جزيلا لك.